بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا بتواجدي في المؤتمر 25 للجمعية المصرية ومؤتمر الجمعية العربية. الحقيقة مؤتمر مرموق منظم بشكل ممتاز وعالي جدا، نخبة عالية جدا من دكاترة العالميين ومن الدول العربية ومصر بالتأكيد. حقيقة المؤتمر مغطي الجديد في مجال جراحة الأنف وجيوب الأنفية بشكل جذري، في تنوع كبير في المواضيع. البرنامج العلمي موضوع بدقة، سعيد جدا بالجديد في مجال جراحات الجيوب الأنفية والعلاجات والإجراءات ما بعد العملية، والتي تهمنا كجراحين حقيقة، ودائما فيها مشاركة في الخبرات بين الأطباء والجراحين. حقيقة يعني لي كامل الشرف في المشاركة في هذا المؤتمر. شكرا لكم.